اختتمت الأحد منافسات النسخة 18 لكأس محمد السادس الدولية للكاراتيه المؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامتها في مصر العام المقبل بحضور مغربي في منصة التتويج متمثل في جينا عبد العالي عن وزن أقل من 60 كيلوغرام. أنا جد فرحان بالتتويج ديالي بالميدالية البرونزية، واخا صراحة ما كرهناش نديو لهاد الشعب هذا اللي جاي يساندنا، كنبغي نشكرو بزاف، ما كرهناش نحقق لهم الميدالية الذهبية. هذا الشيء ما جاش غير هكاك، جا بزاف ديال التدارب وبزاف ديال المجهودات اللي مسطرين لواحد البرنامج اللي مسطر من طرف الجامعة اللي على رأسها السيد محمد مقتبي، اللي كنبغي نشكرو بزاف، وكنبغي نشكر حتى المدربين ديالنا اللي كيعاونونا واللي كيشتغلوا معنا صباح وعشية، وكنهديو هاد الميدالية هادي كنبغي نهديها للشعب المغربي. منافسة على أعلى مستوى جمعت بين أبطال جاءوا للدار البيضاء من أجل تعزيز حصيلتهم من النقاط في الترتيب العالمي استعدادا للمونديال، وأبرز الأسماء ثنائية عربية نالت الذهب بثوب مصري وأردني عبر عبد الله العزيز وعبد الرحمن المصادفة. الحمد لله رب العالمين، شعور لا يوصف إن أفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي في المغرب. طبعا المغرب قامت بتنظيم بطولة جميلة جدا على المستوى الإداري، قوة المنتخبات، الحمد لله فخور جدا، وإلها مكانة غالية على قلبي هذه الميدالية لأنها بالمغرب وهي دولة عربية، والحمد لله رب العالمين المغرب شرفت العرب وشرفت العالم بهذا التنظيم. منافسة دولية رافقها تنظيم بمعايير عالمية من جانب المغرب عزز مكانة المملكة على مستوى تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية الكبرى بمختلف الأصناف.